المباراة الثانية اللي اتلعبت على ملعب برج العرب كانت ما بين سموحة والزمالك، وكانت قمة في الإثارة، انتهت بفوز سموحة بهدف سجله النيجيري أبو بكر اليادي في الدقيقة 53 من عمر المباراة، انتهت بفوز مستحق لنادي سموحة ومدربه كابتن أحمد سامي اللي حقق المكسب الثالث على التوالي بعد ما فاز على بلدية المحلة بأربع أهداف، وبعد كده على المقاولين العرب بهدف نظيف بيجمع 9 نقاط مستحقة في آخر 3 مباريات، بيرفع بيها رصيده ل 31 نقطة، بيجي في المركز السادس من 20 مباراة. في المقابل بيتوقف رصيد نادي الزمالك عند 24 نقطة في المركز ال 12، لاعب 15 مباراة قبل ما يسافر طبعا للمغرب لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية. أتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. نادي الزمالك مع مدربه مستر جوزيه جوميز في التجربة الأخيرة امبارح لعب بتشكيل في حراسة المرمى عواد، قدامه في الدفاع إبراهيم عناضاي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، محمد شحاتة، في الخط الوسط زياد كمال، عبد الله السعيد، سيف جعفر، وفي الهجوم جه ناصر ماهر وسيف الجزيري وموتيابا. الشوط الثاني نزل احمد فتوح بدل من ابراهيم عناضاي، نزل زيزو مكان موتيابا، وكمان احمد حمدي مكان سيف فاروق جعفر في الدقيقه 57، ونزل ناصر منسي مكان عبد الله السعيد في الدقيقه 70، واخيرا شارك عماد دونجا مكان زياد كمال في الدقيقة 80. يعني معظم تشكيل الزمالك الأساسي ما بدأش المباراة، وده عشان جوميز فضل ان هو يريح قوام الفريق الأساسي عشان مباراة نهضة بركان. واضح جدا ان نادي الزمالك مركز بشكل كبير وكامل في الفوز ببطولة الكونفدرالية، وده كمان انطباع جمهور، لانه جمهور الزمالك امبارح بعد المباراه هتف للاعبين بقوه عشان مباراه نهضه بركان في ذهاب نهائي البطوله الكونفدراليه، يمكن هما شايفين ان هي الاقرب ليهم السيزون ده.